الكثير يتهم رنا جواد بأنها تقلد محتوى نادين الطائي، ما ردش حول هذا الموضوع؟ راح أرجع للسؤال اللي سألتني من قلت لي محتوى، هو مو محتوى، هو مو محتواها مسجل باسم تقلد هلو. لا يعني الأشياء اللي تطرحها نادين، نادين ترى مؤخرا قامت تطرح قصص، بداياتها إذا ترجع لها ما كانت تسوي قصص. الأشهر منه طبعا هي تسلطت عليها الأضواء. ليش؟ بسبب أنه شوفي تحكي على جواسمه. تحياتنا لنادين كل الصديق، إنسانة عزيزة جدا وأيضا مهذبة، أنا ملتقي بها بس لأنه هذه الحس شل عندها بالكلام وكذا، يعني مو متصنعة. لا لا هي جريئة. أها. جريئة إيه. فوق القهر هي هم طائية يعني. تمام. أكيد أجمل تحية لنادين. يعني ماكو تقليد ابد. انا من انا صغيره احب هذا الشيء، يعني قصص ما قصص، مشاكل العالم احب اتدخل.